التزام التاجر الإلكتروني سبب في نجاحه. ملتزم بالهدف ومستمر. شو الفرق بين الاستمرار والالتزام؟ أنا إنسان مستمر في هدفي، ولكن بتلاقيني بالأسبوع مرة تمام بطبق الهدف تبعي. لا، الاستمرار ضروري، والالتزام فأنا يوميا لازم ألتزم في تطبيق الهدف تبعي. فأنت كتاجر إلكتروني تقدم للعميل منتجات صادقة، معاملات صحيحة، خدمة عملاء، دعم فني، متابعات. انتبه لهذا الأمر. نجاح التاجر الإلكتروني بالالتزام والاستمرار. عندك مهام يومية بتوضحها كل يوم الصبح بتطبقها، عندك مهام أسبوعية، عندك مهام شهرية. مشان هيك عشان تنجح في الحياة مهما كان صح أو خطأ، لأن نتكلم عن الحياة، مهما فعلت صح ولا غلط إذا التزمت تنجح. فكيف لما يكون نجاحك برضا الله عز وجل؟ تخيل، يعني أنت لما تطبق شغلات فيها خير إلك في الحياة ولغيرك، النجاح عندك اثنين. إذن سبب نجاح التجار الإلكترونيين وفشل تجار آخرين هو الالتزام والاستمرار. والله أنا بنزل منتجات كل أسبوع، بتابع العميل كل أسبوعين، بس فيش نتائج. ما راح يكون، حتى أنت مستمر في هدفك ولكن غير ملتزم. الالتزام هو سبب نجاحك. تأكد يوميا بدك تقدم كل يوم من وقتك، تحط أهداف وتحققها. لازم تشتغل بذكاء. في ناس بيشتغلوا ساعتين بذكاء أفضل من واحد بيشتغل 5 ساعات بغير ذكاء وبجهد مفرط ويعمل خاطئا. تأكد أن العميل عندما تختار منتجات يحتاجها العميل، تأكد أنه يريدها. ولكن إذا رأك إنسان تقدم بطريقة احترافية وتتواصل مع العميل، وعندما تبيع تعلم أن العملية البيعية لم تنتهي بقبض المال وتسليم المنتج، العملية البيعية مستمرة حتى إذا احتاج العميل أي إشي لازم تلبي له إياها وتضلك وراه لتخليه يرجع يشتري أو يدل عنك. العملية بتحتاج لجهد، بتحتاج لتعلم. لا تبخل على نفسك بالتدريب والتعليم عشان تكون إنسان ملتزم بالطريقة الصحيحة، لأنه الالتزام إذا كان صح هون بتوصل النتيجة. واحد بحكي لك طبعا سلام عبد الرحمن أنا مستمر وملتزم، باجي بطلع أجده التزام واستمرار خاطئ. أيضا انتقلنا لمرحلة أخرى، هو الثبات والالتزام والاستمرار بالطريق الصحيح في مجال التجارة الإلكترونية. واحد بحكي لك طب هذا الإنسان ملتزم بالتجارة وكل إشي ولكن بغش الناس رح يوقع. إحنا لما نتكلم إنه إنسان ناجح، لما يكون ناجح في حال لبى رغبة للعملاء، كان صح وخطأ. نعوذ بالله ببيع الخنزير، لحم الخنزير، تمام، في له فئة مستهدفة وبتلاقي ما زال عشرات السنين مبيع. هو التزم مع العملاء اللي محتاجين هذا الإشي، كان صح ولا غلط. الالتزام والاستمرار والثبات يحتاج منك لتقديم حاجات العملاء اللي بيرغبوها حسب الفئة المستهدفة تبعتك بدون ما انك انت تقصر معهم. فواحد بيمشي بطريق خطأ ولكن هاي الفئة المستهدفة هي ماشي اصلا بالطريق الخطأ، فبتلاقيه مستمر. ليش؟ لانه هاي الفئة هيك بدها. اعرف وين فئتك والتزم وكن صادق وطبق الاشي الصح وبعد عن الغلط.